النهارده معانا رائد وامبراطور صناعه المنسوجات في مصر. بدايات المهندس سعيد احمد. البدايه كانت في انجلترا، كلمه القطن المصري كانت بتبيع. ليه حالنا متدهور في صناعه المنسوجات؟ مصانع حديثه زائد عماله مدربه هيدي لك جوده، هتقدر تخش السوق العالمي، هتقدر تنافس، صادراتنا ممكن تتضاعف والله العظيم لو لقيت الحلول الصح. لو حضرتك وزير الصناعه هتعمل ايه؟ ان انا لازم ابدا التصنيع في مصر. القطن هو اساسنا. ايه اللي ممكن تقوله للشباب اللي عايز يشوف الامل في مصر بس محتاج بارقه امل؟ خليك متفائل دايما، ما تفقدش الامل. الصناعه مستقبلها كبير جدا 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 لو خدت الطريق الصح بمشيئه الله. مش بالكلام، رمضان لمة العيلة على قناة العيلة.